السلام عليكم البيولوجيست ديال العالم ديال المغرب ديال الجزائر ديال تونس، مرحبا بكم في فلوق واحد اخر من الفلوقات اللي كنديروهم ديال المهم ديال بي اتش دي لايف. سابقا اننا غادي نشارك في واحد الكونفرنس ولا واحد لا جورني ديال البيوديفيرسيتي ريسورس ناتوريل، التنوع الطبيعي ولي ريسورس ناتوريل. دازت 2 و 3 و 4. المهم دازت درت في دو جور، النهار الاول النهار الثاني. النهار الاول كان في لافاكولتي دي سيونس تكنيك ديال فاس، النهار الثاني كان في لافاكولتي دي سيونس ولكن كان حتى في سميتو في المقاطعه ديال فاس المدينه، في اطار الشراكات اللي كاينه مع المؤسسه ومع المقاطعه بطبيعه الحال. كانوا دي كونفيرونس اللي مهمين، كانوا دي مشاركات جد رائعه ديال الطلبه الباحثين اللي هضروا على البحث ديالهم وفين واصلين في ميتو في لي سوجي ديالهم. صراحة كانوا بزاف ديال الحوايج اللي مهمين واللي خاص الطلبة انهم يتونجاجاو معاها، فهمتي؟ يعني لي كونفيرونس اللي كيداروا ولا لي جورني سيونتيفيك اللي كيداروا راه ما كيداروش غير باش بوغ ان بليزير، ولكن كيداروا حيت عندهم واحد الاهميه للطلبه والطلبه الباحثين وحتى الطلبه ديال سيكل الاجازه وكذا. داكشي علاش كننصحكم انصحكم كثيرا 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 انكم تشاركوا فيهم، تونجاجاو معاهم بشكل ود. هادشي الناس اللي مهتمين بلا سيونس ومهتمين بالبحث العلمي وتمين، لان راه كيعطيك فرصه لانك تشوف وتواصل اون ديريكت مع لا سواء طلبه الباحثين لا سواء الباحثين الفعليين اللي كاينين في سميتو في ارض الواقع، الاساتذه الباحثين كذلك. مثلا الكونفرنس اللي دارتها النهار اللي دارت سميتو في لا جورني سيونتيفيك كانت واحد الكونفرنس اللي مهمه لواحد الباحث مغربي كاين في لاميريك، دكتور خالد نسيت لي سميتو، كان هضر على لينوفاسيون ديال لينوفاسيون في لو سيستيم في لو سيستيم في لو سيستيم ايدوكاتيف امريكان، ودار مقارنه بسيطه بين ليدوكاسيون في السيستيم امريكان وليدوكاسيون في السيستيم ديال المغرب اللي طبيعه الحال قال لك حتى هو قرا به وانتقدوا بواحد الشكل موضوعي جدا. وما بين الانتقادات اللي قدم ليه هو ان التعليم الجامعي في المغرب ما كيتيفولوياش مع ليفولوسيون ديال لا سيونس، والشيء اللي هو طبيعي وشيء هو صحيح عنده، لان الى لاحظتوا بان شاكاني نفس الكور اللي كيقريوه لنا. انا قريت في لوكور غادي يجي اللي من بعد غادي يقرا في لوكور، وداك لوكور ما تغيرش المده ديال اون فانتين داني، يعني داك الكور اللي كنقرا حنا راه ما دخلتش عليه لا موديفيكاسيون لا والو. الاساتذه ما كيديروش واحد المجهود اللي يغيروا به داك لو كونتوني ديالهم ديال سميتو ديال لوكور. وللاسف هادشي كيكون عنده واحد الاثر سلبي على كيما كنقولوا على لابرونتيساج ديال الانسان لا سيونس كيما كان. هذا كان جانب من المواضيع اللي تم التطرق لها في لا جورني سيونتيفيك و في النهار الاول. وكذلك كان واحد الكونفيرونس زوين على البيوتكنولوجي فيجيتال وعلى على التدخل ديال العلوم الجديده من اجل انتاج اشياء جديده واحده اخرى. يعني كنهضر الباحث نفسه على ان غير في لابوراتوار ديالو هو كان كريا بلوس دو 20000 اسبيس ا بارتير دون سول اسبيس غراس ا دي ميتاجين، يعني دار دي ميتاسيون عطاو دي نوفو فاريتي ديال ديك لا بلونت وبزاف ديالها. للاسف ما صورتش انا لا كونفيرونس كامله وما صورتش بزاف وسان ديال لا كونفيرونس، مي المهم درت شويه ديال لي فيديو. سي توجور لومان اي سي دو دونتريني سي جون. alors quand vous voyez ici moi j'ai pas de postdoc qui passe son temps donc dans un bureau. Moi aussi je ne passe pas mon temps dans un bureau. Je travaille avec mes étudiants, je pars dans le champ. Madame, les posters. Dans le poster d'Eli. Et si là, j'ai le poster d'Eli.
ما تحسش فوق. هذيك الجلسة هذيك الجلسة. لا لا أنا أضرب معك أنت. المشاركة ديال الطون اللي كاينين وهادو لي كوليكسيون. لي كوليكسيون أنيمال. لي كوليكسيون فيجيتا. حيوانات انجوا لا لا تغدى تغدى ما نكونوش حتى هو ما نكونوش طلعت سيمانه ورجعت غير بلاش مازال لا خدامين حنايا دابا نعم تولي بالزوري كوكات لا نمشيو غير الساهل اللي كنعرفو دغيا كفاية سانك سانك اكسسوار كوليكسيون انيمال اللي كاينة في لابوغاتوار ديال البيولوجي بيولوجي بيولوجي انيمال في فيستي سلطة عون سكوربيون سكوربيون سميت العائلة ديالها لا فامي دي زو دي زو كسيستم اوكسيستم غالابا دونك نجيبو شي حاجة واحدة أخرى تا 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 نشوفو اي اوكا كاميليون سميت العائلة ديالها لا إلى دي بتنتي من مين فوكس 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 دي عموية فقد وين دي زانيما فامين دي كاميليوني دي كاميليوني دي هندر بيها خد تخش البلوغ إن شاء الله البلوغ يلا سمينا دي إلي دي عائلة ولاد ناس صراحة هاد النهار هاد الجورني هادي داز علينا النهار كامل حنا وفايقين من السبعة تقريبا والله إلا وهادي دابا تقريبا السبعة ديال العشية وحنا باقين السبعة ديال الليل وحنا باقين في سميجو باقين في لايف اس تي المهم كانوا بزاف ديال لي زيفينمون كانوا بزاف ديال لي كونفيرونس لي دارو كانوا دي كونفيرونس انتريسون لي سوجي حتى لي سوجي دو لا ميمو دي تيز ديال لي دكتوران كانوا فريمون شي حاجه لي انتريسون استفدنا منها بزاف المهم في الليل غادي ندير لكم واحد كما كنقول واحد ريزومي جينيرال على كيفاش دازت لا جورني شنو الاهم فيها وشنو اللي عيان فيها والاهم الاهم فيها هو الماكله المهم خليوها حتى النهار الثاني كانت زياره لجنان السبيل هو اقدم جرده كاينه في فاس واللي عندها تاريخ قديم لا سوى المدينه لا سوى التاريخ المغربي ككل هي المتنفس ديال الفاسيين بشكل عام جنان السبيل هو واحد المعلمه تاريخيه بامتياز ومعلمه بيولوجيه بامتياز علاش لانها بوحدها كتحتوي على اكثر من 3000 اسبيس فيجيتال اللي كاينه للاسف ما كاينش دي بانو كيديكري هاد لي سبيس اللي كاينين تما وهذا من بين لي زانكونفينيون اللي كاينه في جنان السبيل ان ما كاينش دي بانو اللي كيهضروا لنا على لي سبيس ولا اللي كيعطيونا الاسماء ديال لي سبيس وحتى العاميه ما كيعرفوش كيعرفوا غير واحد 30 كاع ولا اون ديزاين ديال لي سبيس اللي كاينين تما ولكن جنان السبيل فيه اكثر من 3000 سبيس اللي هي سوا دي سبيس اللي هما دوريجين ماروكان ولا دي سبيس اللي هما اترونجي واللي تم الغرس ديالهم تما الكوتي ديال الجماليه ديال الجرده المهم كانت زياره ايضا ونقاش في المقاطعه في المقاطعه ديال فاس المدينه اللي تم دارت اون كونفيرونس حتى هي تما ديال ما تقوم به المقاطعه وما يتقوم به الجامعه وداكشي المهم كانت واحد الزياره لسميتو للجرده مع سميتو مع شرح
مبسط البعد الاساسي ديال شنو كاين في شنو كاين في الجبهه ولو كوتي ديالها لا سوا هيستوريك ولا الكوتي بيولوجيك ديالها ولا الكوتي ديجيتال. خليكم تفرجوا في لاكاتس. في لا جورني صباح الخير ديال العاشر نهار ديال لا جورني ان شاء الله غادي نمشيو نشوفوا شنو نديروا في جنان. دابا حنا في جنان السبي الحفاس غنمشي تقول غادي نمشيو تضغوا هما البلانات اللي وقعوا على النهار هو وقفونا شي توريست بغاو يعرفوا واحد البلاصه في هنايا فاس وباش نشرحوا لهم. دابا المشكل هو باش نشرحوا لهم شنو وقع. كونكو صاحبي كيشرح ليا بالفرنسي باش انا نترجمهم باللونجلي وكيقول لهم خصكم تمشيو تو دغوا باش توصلوا لهاد البلاصه وغادي تشوفوها. قلت لهم انا باش نترجمها شي خصني نترجمها. قلت لهم يو جو تو دغوا باش تشوفوها. المهم بقى لك تفرقوا عليهم بالضحك تما يو جو تو دغوا شي حاجه جديده في اللونجلي. دونك جنان سبيل واحد جنان كاين في فاس جردة معرفش عليها الكوتي هيستوريك ديالها ولكن اللي عارفه هو ان فيها واحد الفاريتي ديال لي بلونط و المهم بزاف وكاين الشباب بزاف كاين الشباب بزاف المهم كاين بزاف ديال لي بلونط. دونك هو المنتزة ديال فاسا عرفتي السيد هذا باش كي بدلو دونك كاين هذا كل ما يتعلق باليومين اللي دوزنا في فاس واللي دوزنا على حساب لكم وعلى حساب لا جورني دو بيديفيرسيتي. تزالت لا جورني بالتفراق ديال لي زاتيساسيون ديال لا بارتيسيباسيون انسي كو لي بري اللي تعطاو لاحسن بوستر واللي ما خديتهمش ما خديتش احسن بوستر. المهم للاسف كمشاركه اوليه كانت مزيانه استفدت بزاف من الجورني استفدت بزاف من لي ديسكوسيون اللي داروا استفدت بزاف حتى من لي سوجي تيز اللي كاينين لا سوا بور لي بروميير اني ولا سوا بور لي دوزيام اي تخوازيام اني. صراحة كانت شي حاجة اللي رائعة و أتمنى تعود مرة أخرى. تشاو تشاو.